طاب مساءكم. العبارة الأكثر ترديدا اليوم في العالم العربي هي عبارة الشعب يريد، ولكن إذا رجعنا شيئا إلى التاريخ فإن العبارة هذه قد استخدمت هنا في الداخل في عام 1976، وتحديدا في يوم الأرض الخالد، حين أعلن توفيق زياد القائد والشاعر والشخصية الوطنية القيادية بأن الشعب قرر الإضراب. هذه العبارة في حينه أعطت الصدى الشعبي الواسع، وفي حينه بالفعل جرى نجاح الإضراب، والجماهير بألوفها نزلت إلى الشوارع. هذا الأمر يعيدنا الأيام وإلى الأيام التي سبقتها من حيث التحضيرات ومن حيث الأجواء العامة التي شهدتها المناطق الفلسطينية هنا في الداخل. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن يوم الأرض، للحديث عن التحديات التي تواجه الجماهير الفلسطينية الباقية في وطنها في الداخل. نخصصها للحديث عن الوضع السياسي العام، عن التغيرات التي يشهدها العالم العربي وكيفية انعكاسها من وجهة نظر هنا في الداخل، عن الوضع الفلسطيني، عن القضية الفلسطينية، التطورات التي يمكن أن تحدث في هذا الشأن، عن التغيرات أيضا في العالم من حيث المواقف من القضية الفلسطينية. حول هذه المواضيع وغيرها معنا النائب محمد بركي، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. هذه الحلقة هي حلقة استثنائية، بحيث نستضيف شخصية واحدة هي النائب محمد بركي. أولا محمد بركي، يعني نرحب بك بهذا البرنامج. السؤال الأول هو عن يوم الأرض. لقد أعلنتم قبل أيام أن يوم الأرض سيشهد إضرابا أو دعوة إلى الإضراب العام. لماذا الإضراب العام في هذا العام؟ نحن توجهنا إلى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وهي الجسم الجامع لكل الأطياف والقوى السياسية. توجهنا باسم الجبهة بأن يكون يوم الإضراب هذا العام الذكرى 35 في 30 آذار يوم إضراب عام. نحن نعتقد أن هذا الأمر مستوجب بحكم التحديات التي نواجهها، المنسوب العنصرية الأخذ بالإزدياد لا بل طفح الكيل، قضايا هدم البيوت وخاصة في النقب، والمشهد الذي يتكرر في قرية العراقيب في النقب، قرية هدمت في الأشهر الأخيرة 20 مرة. هذا أمر لا يصدق بأي مفهوم في أي مكان، وبعد ذلك نعود ويعود الأهالي ويبنون القرية من جديد. هذا تحدي كبير. إلى جانب ذلك نحن أيضا نتلمس ونلامس أوجاع شعبنا في الحياة اليومية. هنالك اضطهاد قومي ضد شعبنا في داخل إسرائيل، ولكن هناك أيضا يأخذ هذا الاضطهاد شكلا طبقيا، بمفهوم أن الفقر في حالة تعمق. إسرائيل تتباهى بأنها عندها معدلات نمو هائلة وغير طبيعية بالنسبة لنظام رأسمالي متطور، وهذا صحيح، لكن هذا النمو يدخل في جيوب فئة محدودة من أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء، لكن الذي يدفع الثمن هو جماهيرنا العربية في التعليم وفي الصحة وفي المداخيل وفي البطالة وفي الفقر. لذلك أيضا هذه القضية الاجتماعية الطبقية تدخل في صلب اعتبارات يوم الأرض، طبعا بالإضافة إلى أننا جزء من هذا النفس العاصف في العالم العربي. نحن جزء من حالة الثورة، وأنا أستطيع أن أقول بكل تواضع، إذا كانت هنالك تجربة في العصر الحديث بعد حركات التحرر في الستينات لتجربة شعبية جامعة وجامحة وعاصفة، هذا بدأ في يوم الأرض عام 76. بالضبط، هذا يعني سأعود عليه، ولكن السؤال، وهناك من يسأل النائب محمد بركي أنه لماذا الإضراب؟ يعني هل هي الوسيلة الوحيدة؟ يعني هناك من يقول أن من كثرة استخدام قضية الإضراب إنما يجري يعني سحبه من مضامينه، سحبه من إمكانيات العمل الشعبي والاكتفاء فقط في الإضراب، بينما يمكن
في وضعية معينة، وخاصة الآن عندما تقوم هذه الحكومة بهجمة قوية على الجمعية العربية، أنه إعطاء هذه الحكومة حجة للمواجهة للصدام مع الجمعية العربية. ولذلك هناك أصوات تقول أنه في وضعية من هذا النوع كان من المفضل عدم إعلان الإضراب، وإنما الاحتجاج بوسائل أخرى وعدم إعطاء الحكومة الفرصة للانقضاض على الجمعية العربية في وضعية معينة. نحن شديدو الإصغاء لهواجس الناس، ونحن بالذات يعني متهمون بين مزدوجين بالنسبة لحركات سياسية أخرى بأننا نقوم باستعمال الإضراب بشكل رشيد إن صح التعبير. هنالك فئات سياسية تقول لها هدم بيت في كذا يقول لك إضراب عام، يقول لك في أزمة في التعليم يقول لك إضراب عام، هنالك في رد ميكانيكي عند البعض حتى صحيح، يعني من كثرة استعمال كلمة الإضراب صار مبتذل. صار مبتذل، نحن لسنا كذلك. ويعني إذا في انتقاد على الجبهة بالنسبة للأجسام السياسية الأخرى بأنها لا توافق أوتوماتيكيا على كل مرة بيجيبوا اقتراح الإضراب، لكن في هذه المرة هنالك مجموعة من العوامل التي ذكرتها. الإضراب في واقع نضالنا السياسي في داخل إسرائيل هو الوسيلة الأقوى والأبعد في مجموعة أو منظومة الاحتجاجات السياسية أو منسوب الاحتجاج السياسي. لذلك أنا أوافق لا يجوز الاستعمال الإضراب العام بشكل مبتذل، وكل ما دق الكوس في الجرة بيجي بيقول لك يلا إضراب إضراب، كأنه الناس بتشتغل على كبسات، لأن في نهاية الأمر العمال لهم مصالح وأصحاب المحلات التجارية لها مصالح. وهنالك إذا كان إيقاع الإضراب غير متجانس مع إيقاع الناس فأنت ستخسر الإضراب وستخسر الناس. لكن في هذه المرة أقول أن هنالك حاجة موضوعية، وأعتقد أنه سيكون هنالك تجاوب واسع. هذا أيضا تقييمنا لطبيعة العلاقة مع الجمهور ومع الشعب ومع الحركات السياسية الأخرى طبعا. يعني نحن نأمل انه الدعوه للاضراب ان لا تكون دعوه وعظيه كما يحلو للبعض ان يقول، يعني بيجي بقول لك انه احنا ندعي على اضراب وكيف الله المؤمنين. هذا هو هناك من يقول لا، نحن مش هيك. احنا نعمل على انجاح الاضراب في الجبهه، نحن نعمل على انجاح الاضراب ونقوم بدور ميداني لانجاح الاضراب. واعتقد انه الاضراب هذا العام اذا جرى تبني هذا الاقتراح في لجنه المتابعه سيكون ناجحا، وسيكون بمثابة رد على القضية العنصرية، رد على هدم البيوت والملاحقة، رد على الإقصاء والاضطهاد الطبقي والاجتماعي، وأيضا تجاوب وتجانس مع الرياح المنعشة التي تهب، الرياح الشعبية المنعشة التي تهب من العالم العربي، وفي مواجهة الرياح النتنة التي تهب من الأنظمة المتهاوية. محمد بركي، هل يعني أنت بتعتقد، ما زلت تعتقد أنه معركة الجماهير العربية هنا في الداخل، البقية الباقية من الفلسطينيين في الداخل، هي معركة بقاء؟ يعني كلمة بقاء، معركة بقاء، شوف رمزي منذ سنوات الخمسين نقولها، هل الظروف نفسها؟ خليني أقول لك شغله، يعني مشان نكون صريحين، معركة البقاء يعني منذ النكبة، وأستطيع أن أقول وجدت نفسها في محطة في يوم الأرض عام 76. أنا كنت هناك، وكان صحيح أنه كنت شابا يافعا، لكن أنا كنت هناك. وفي اعتقادي أن في بعد يوم الأرض أو في يوم الأرض أفهمنا المؤسسة الحاكمة في إسرائيل أن معركة البقاء قد حسمت. إنه الحديث على أنه بعده يعني في 56 أيام العدوان الثلاثي ومجزرة كفر قاسم، كانت هواجس التهجير ما زالت تسكن المؤسسة الصهيونية. على فكرة هي لم تفارق هذه الهواجس، صحيح لم تفارقها للحظة. هذا كنت أقول أنه هناك من يفكر الآن داخل هذه المؤسسة بعملية التهجير، بعملية الترانسفير، وإن كانت بأساليب أخرى. مظبوط. ولذلك احنا يعني صار عندنا قناعه بعد ال 76، وبعد ان اجت انتخابات البلديات، انتخابات الكنيسه سنه 77 في شهر اذار، 19 ايار كان مش غلطان، والجبهه اللي كانت حديثه العهد اول انتخابات تخوضها حصلت على 51% من الاصوات، كان هذا مد. بعدين في 78 البلديات التي كانت متعاونه مع السلطه الحاكمه في اسرائيل تهاوت كلها، ونشات قيادات وطنيه في بدايه الثمانينات، بدات ملامح التعدديه، وان اخذت احيانا شكل العداء للحزب الشيوعي والجبهه، لكن هذا كان مظهر من مظاهر تجاوز التبعيه للاحزاب الصهيونيه والبحث عن اطر جديده. بمعنى أنه تلك الفترة ما بعد يوم الأرض كان عندنا قناعة أنه نحن وضحنا لإسرائيل ولخطابها الرسمي أنه أحلام الترحيل قد انتهت. لكن من أجل أن أكون
واقعيا وصريحا. في السنوات الأخيرة وبالتحديد من سنة 2000 وحتى اليوم، نحن نشعر أننا عدنا إلى مربع سابق، وهو مربع الدفاع عن البقاء. صحيح، هناك أجواء داخل إسرائيل تقود باتجاه التصعيد، تقود باتجاه حتى خلق الصدام مع هذه الجماهير، وعلى ما يبدو انه اسرائيل تخطط لشيء ما. يعني مش صدفي، صحيح، مش صدفي انه وزير الخارجيه يدعو الى الترانسفير عمليا من خلال طرح التبادل السكاني، ومش صدفي حتى انه تسيبي ليفني اللي هي بالمعارضه عمليا وهي تختلف مع هذه الحكومه انما تتفق معها حول اجماع قومي معين حول ان حل القضيه القوميه للفلسطينيين في الداخل هو بإقامة الدولة الفلسطينية، ولكن نحن كجماهير عربية هنا لنا حقوق قومية، يعني مش صحيح. مش حقوق مدنية، مش قضية مواطن. بالضبط. يعني لكن أنا يعني مضبوط، يعني منسوب الكلام هذا ارتفع في السنوات الأخيرة. شو يعني ارتفع؟ يعني الخطاب الصهيوني السائد والمهيمن في إسرائيل لم يخلو يوما من فكرة أن هذه البلاد يجب أن تكون نظيفة من العرب بين مزدوجين كما قيل في الخمسينات. هذا الهاجس كان وما زال يسكن المؤسسة، لكن هذا الهاجس وهذا الخطاب بعنفوانه كان موجود في هامش الإجماع القومي الصهيوني. الآن هو في مركز القرار، هذا ما يثير القلق، هو في مركز القرار. ليبرمان مش كهانة، كهانة عندما كان يلقي خطابا في الكنيسة، عندما كان عضوا في الكنيسة كانت كل الكنيسة تخرج من القاعة ويتركونه يتحدث لوحده. اليوم ليبرمان يحمل نفس الأفكار، وأقول أكثر من ذلك، أنا أتهم نتنياهو بأنه يحمل الكثير من أفكار كهانة. هم يجلسون على رأس الطاولة في القرار السياسي، لذلك الوضع أكثر خطورة. و ليش احنا في وضع ليش احنا نبعد كثير؟ لما بيجوا المفاوض الاسرائيلي رسميا بيجي بيطلب من القياده الفلسطينيه ان تعترف باسرائيل كدوله يهوديه، ماذا تقصد؟ شو هذا المعنى؟ شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انهم يريدون مساومه قياده شعبنا على قضيه اللاجئين، ولكن يريدون مساومتهم على راسنا. وأنا يعني أعتز بأننا عندما ذهبنا إلى القيادة الفلسطينية وعند الأخ الرئيس ووضعنا له رؤيتنا لخطورة هذا الشعار، كان رد الرئيس أبو مازن واضحا في هذا الموضوع. يعني اللي بده يحكي أبو مازن يحكي إيش بده، بس في هذا الموضوع كان زي حد السيف. بأي مفهوم؟ قال إذا توقف حل القضية الفلسطينية برمتها على موضوع التبادل السكاني أو يهودية الدولة، أنا لن أقبل أن تحل القضية الفلسطينية على هذا. طيب محمد بركة، هون أنت تأخذني إلى مسار آخر ضمن هذا الحوار، وهو يعني التحديات التي أمام الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، وكيف ترى القيادات أو القيادات السياسية، وأيضا هناك يعني مجموعة قيادات أكاديمية أيضا، كيف ترى وضعية الجماهير العربية في المستقبل؟ هل هناك طروحات يمكن أن نواجه بها مثل هذه البرامج الصهيونية الواضحة من حيث أنه بدهن شطب العربي هنا، ومجموعة قوانين كثيرة، أنت أيضا في الكنيسة وتواجه هناك مجموعة قوانين كثيرة هي قوانين عنصرية ضد العربي، شطب العربي، تدعو إلى عمليا إذا مش ترانسفير مباشر لا بدهن يلهوا العربي، بدهن يزهقوا العربي حتى تكون ترانسفير بطيء، ترانسفير بإرادة الواحد يعني يزهق ويترك البلاد. في وضعية خطرة بالذات مع هذه الحكومة العنصرية، إحنا كجماهير عربية كيف نتعامل مع هاي الوضعية؟ هل عندنا يعني ما بدي أقول ما في حد عنده حلول، ما في حد عنده روشتة جاهزة، ولكن كيف نتعامل مع هاي الوضعية؟ كيف يمكن أن نواجه لها؟ هل في نهاية الأمر يعني بنقول يوم الأرض في إضراب، طب ممكن في 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 الإضراب هذا يكون في صدام، وممكن هذا الصدام يتحول كما تحول إلى أكتوبر 2000، بمعنى إنه وصار هناك يعني حديث بهذا المعنى إنه الحكومة أو المؤسسة الإسرائيلية جرت الجماهير العربية وقياداتها نحو الصدام، بينما الجماهير العربية والقيادات لم تكن جاهزة إلى هذا الصدام. شوف يعني أنا لا أحب إنه إحنا نقول إنه السلطة جرت، لكن كان في اجواء باي معنى الاجواء، كان في اجواء عازل، اجواء عازل حتى عن ما يسمى باليسار الصهيوني زي ميرس وكذا كانت ضد هاي. انا بدي اكون اكثر قسوه منك على انفسنا. انت يعني بتقول انه جرتنا قيادات، يجب ان لا تجر قيادات، مش معزه او
أو خرفان تقاد، هي التي يجب أن تبادر، هي يجب أن تبادر ويجب أن ترى الخطورة. أوكي، ولكن للأسف الشديد، ولكن بالضبط للأسف الشديد هنالك بعض الناس اللي لم يفهموا في لحظة ما حقيقة التوازن الموجود في وضع الجماهير الفلسطينية في داخل إسرائيل، وفكروا حالهم إنهم فاتحين حرب. واليوم لما بيحكوا عن سجين بيحكوا، طب أنا بفهم إخواننا في المناطق المحتلة في الضفة وفي غزة عندما يسجن هو أسير، لأنه هذا بين كيانين، إحنا هون سجين سياسي، صار مصطلح الأسرى مبتذل، صارت مصطلحات إنه وقف إطلاق نار ومش عارف إيش هذا الكلام. أنت بتحارب هنا على وبتناضل على موضوع على 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 نضال مؤلف من رأسين، من موضوعتين، موضوعة الحقوق المدنية، أنك تريد أن تثبت نفسك وحقوقك، وحقوقك المدنية والديمقراطية نابعة ليس من كرم أخلاق المؤسسة، من إنما من كونك الجزء الأصيل والابن الشرعي لهذا البلد، وحقوقك المدنية مشتقة من 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 كونك ابن هذه البلد وصاحب هذه البلد. وقضية الحقوق القومية، الحقوق القومية بأننا مجموعة قومية ننتمي إلى الشعب الفلسطيني، لنا حق في الأرض، لنا حق في القرار السياسي، لنا حق في اللغة، لنا حق في الحضارة، ولنا حق في الرواية. صحيح. على إسرائيل أنت تعترف بها. استنى شوي، يعني أريد توقف عند هذه النقطة. لا بالفعل استنى معلش اسمح لي. ففي ناس ما فهمتش وين هي موجودة، في ناس ما فهمتش وين هي قاعدة. لذلك أنا لا أقبل أن يقال أنه في ناس انجرت عن سداجة. من هي من هي هاي الناس؟ يعني كنت عدة مرات ان في ناس، من في قيادة احزاب سياسية، انا مش في صدد التسميات. اما انا بقول انه الخط اللي تبعته الجبهة والذي الذي كان مؤلفا من الحقوق المدنية والحقوق القومية، هذا الخط هو ما زال صالحا. طبعا كل يوم بدك تكسبه مضامين جديدة بوفق التحديات، لكن في السنوات الاخيرة نحن وضعنا ايضا هذا الشعار من 3 كلمات، وضعنا شعار من 4 كلمات: بقاء نحميه ومستقبل نبنيه. شوف، بقاء نحميه ومستقبل نبنيه، هذا الشعار هو يلخص ويستطيع أن يضمن في داخله كل مركبات النضال الديمقراطي، والنضال من أجل الأرض، والنضال من أجل المسكن، والنضال من أجل التطور، وفي نفس الوقت أن تبني مستقبلا. إحنا يعني إذا أردت أن أعطي عنوان لمسيرة جماهيرنا وعنوان نضالها، البقاء والبناء، البقاء والبناء، بقاء نحميه لأن هذا البقاء مهدد، وكما قلنا أنه من 2000 وجاي في حملة عاصفة عليه على بقائنا، يأخذ حتى شكل في أشكال التفاوض السياسي. والبعض يسقط في بعض الامتحانات لما بيجوا، لما صارت وثائق الجزيرة على القيادة الفلسطينية بقول لك أنه قال فرطوا في أنه الفلسطينيين في إسرائيل يكونوا جزء من الاستفتاء، وفي ناس انتقدوا القيادة الفلسطينية أنه ليش ما تحطناش جزء من الاستفتاء. هذا كلام أحمق. ماذا يعني أنه نشارك نحن في الاستفتاء؟ هذا يعني أنه إحنا لسنا وجود أصيل في داخل هذا الوطن، ولسنا جزء من تركيبة هذا الوطن، ونريد أن نستفتى على ماذا يحدث. ولذلك بعد ذلك ماذا يقول لك بعد ثاني يوم بعد تستفتى؟ ولكن لماذا لا شو بدي أقول لك ثاني يوم بعد استفتى؟ ولكن لماذا لا استفتى أنا قضية اللاجئين مثلا؟ طب هاي قضية كمان تعود إلي أنا، في عندي عيلة موجودة في مخيمات في لبنان، لماذا؟ لا في هنا في معيار إحنا في موضوع اللاجئين، إحنا الذين ننتظر وسنفتح الباب للاجئين عندما يعودوا، لأنهم سيعودوا إلى بيوتهم اللي هي بيوتنا. لكن لماذا لا استفتى في هذا الأمر مثلا؟ ما فيش حاجة يعني هل هناك مانع مثلا سياسي؟ طبعا يعني في طبعا يعني لما أنت صرت لما أنت بدك تقول أنه أنا أخرج من القرار السياسي في داخل إسرائيل وأذهب إلى القرار السياسي في داخل فلسطين، يقول لك اذهب إلى هناك. هذا لعب 3 ورقات، أنت بتلعب على وجودك. نحن نريد أن نكون الحقيقة الثابتة الثابتة والراسخة في هذه الأرض. إحنا لا إحنا وموقفنا في موضوع اللاجئين مش موضوع استفتاء سياسي، إنما كما تفضلت قبل قليل إنما هو خيار شخصي. عائلتي أنا شخصيا، أنا جزء من هذه القضية، أنا أستفتى أن يعود أهلي وأقاربي المباشرين. محمد بركي أنت أيضا هنا مهجر من طبعا قرية صفوري يعني، ولكن في لعبة سياسية نواصل ليبرمان عفوا ليبرمان بيدخلنا على اللعبة هذه مشان أقول أنتوا بتصوتوا للبرلمان الفلسطيني. طيب روحوا هناك، نواصل التحدث حول هذا الموضوع ولكن بعد الخروج إلى الفاصل.